يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السما مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. وفي هذا الباب ثلاثة مباحث. مبحث الأول ما يفسد الصوم لكنه لا يوجب الكفارة. الثاني أمور لا تفسد الصوم أصلا. الثالث حكم الخطأ في معرفة الوقت. إنسان أفطر أو أتى مفطرا، إما أنه يظن هذا أن الشمس غربت ولم تغرب، أو شك هل غربت، أو شك هل طلع الفجر، فما حكمه في كل هذه المسائل. أما ما يفسد الصوم فعندنا أولا تعداد المفطرات ثم شرط الفطر بها. أما تعداد المفطرات فقد عد المؤلف 12 مفطرا من المفطرات، نعده. واحد، من أكل، واحد الأكل، وهذا بالإجماع أنه مفطر، ولا فرق في الأكل بين الأكل المفيد والأكل المضر. لو أكل سما فسد صومه، ولا فرق بين ما يتعارف الناس على التغذي به أو لا يتعارفون على التغذي به، ولا فرق بين المغذي وغير المغذي، كلها مفطرة باتفاق. الثاني أو شرب ولا فرق أيضا، نفس الشيء، الشراب بجميع صوره وجميع أنواعه. الثالث وهذا باتفاق أو استعط. ما هو السعوط؟ الذي يدخل من طريق الأنف. في بعض مثلا الأدوية أو الدهانات أو أشياء قطرة الأنف مثلا، فوضع شيئا يدخل، دواء يدخل من أنفه، فوصل هذا إلى حلقه أو إلى دماغه، دخل يعني دخل من طريق الأنف، فهذا أيضا مفسد للصوم. نعم. الرابع أو احتقن. ما معنى احتقن؟ عن طريق الوريد؟ لا، الاحتقان هو من الدبر. إذن صار عندنا الآن، ذكرنا كم منفذ إلى الآن؟ ثلاث منافذ، الفم والأنف والدبر. نعم. الخامس من المفطرات أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. نعم، الخامس من المفطرات الكحل، وصار عندنا منفذ رابع وهو العين. اكتحل، لكن هل مجرد الاكتحال مفطر؟ لا، ليس مجرد الاكتحال مفطر، يعني لو اكتحل شيء وبقي في عيني، حتى لو في داخل، حتى لو في باطن العين، هذا لا يفسد الصوم. لكن إذا اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه، تمام، في بعض أنواع الكحل، أو إذا كثر الإنسان ربما يعني إذا أخرج بلغم من حلقه أو تنخم يجد لون الكحل، وأحيانا يبلع ريقه فيجد طعما. بعض الأدوية حتى توضع في العين، تمام، فتجد يبلع ريقه يجد مرارة، تمام. فإذا علم وصول، اكتحل بما يعلم وصوله إلى حلقه، ما الحكم؟ أفطر، فسد صومه. نعم. السادس من المفطرات أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي شيء من شيئا من أي موضع كان غير إحليله. السادس هو دخول شيء إلى الجوف، وهذا قاعدة. المفطر هذا السادس يمكن أن يجعل قاعدة في الباب، أي شيء يدخل إلى الجوف فهو مفطر، أي شيء يدخل الجوف إلا من منفذ واحد. صار أعطاك المؤلف فتح لك كل المنافذ، يعني ما اشترط أي منفذ، وإنما استثنى منفذا واحدا، قال إيش؟ غير إحليلي. الإحليل هو الذكر، يعني موضع البول قضيب، فإذا أدخل شيئا من الإحليل لا يفسد صومه. ما عداه من المنافذ إذا أدخلت إلى الجوف فهو مفطر. واضح هذا؟ واضح؟ لا، ما هو واضح. أنا عندي ما هو واضح عشان يصير واضح عندك. ما هو وجه عدم الوضوح؟ وجه عدم الوضوح في معنى الجوف، نقول أدخل شيئا إلى جوفي، لكن ما هو جوفه؟
ما هو الجوف؟ ها وش الجوف يا مشايخ؟ الجوف هكذا يعني داخل البدن. هل نقول الجوف هو داخل البدن؟ كل ما له حكم الباطن هو جوف؟ لا. ولهذا الفقهاء ينصون على أن من داوى جائفة أو مأمومة فسد صومه، أما من داوى جرحا عاديا فالظاهر أنه لا يفسد. تمام، حطوا لك مثلا مطهرات أشياء وقالوا لك هذه تدخل في الدم، أنت لما تعقم وكذا دخلت، أو واحد أخذ إبرة وضعها في اللحم، ما مسك جلدته من هنا وأدخل الإبرة من جهة وخرجها من جهة، خلاص، هل هذا داخل إلى الجوف ولا لا؟ ليس داخل إلى الجوف. طيب ما هو الجوف؟ يعني هو أبرز مسألة معاصرة تترتب على تحرير معنى الجوف، هي مسألة الإبر، الإبر التي توضع في الجلد والعروق والعضل. تمام، هذه أكثر مسألة تتأثر بقضية الجوف. ما أيوة وش رأيكم ما هو الجوف؟ طبعا لما قلنا احتقن يدخل من المسألة المعاصرة، احتقن اللي هو التحاميل التي توضع من الدبر، هذا واضح أنها في حكم الاحتقان لأنها داخلة من الدبر، لكن إيش معنى الجوف يا مشايخ؟ الجهاز الهضمي. نعم، يقول الجهاز الهضمي، وهذا قول لبعض المعاصرين، يقولون الجهاز الهضمي هذا هو الجوف، والذي يبدأ من بعد إيش؟ من الحلق مرورا بالمريء وصولا إلى المعدة، ثم الأمعاء إيش؟ الغليظة داخلة ولا لا؟ قلنا إيش؟ الدبر، الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، لأنه الأمعاء الغليظة تبع الدبر تدخل من الدبر، فهذه كلها من الجوف، هذا ظاهر أنه من الجوف، هذا ظاهر أنه من الجوف، لكن هل هو الجوف وليس هناك جوف غيره؟ الفقهاء في بعض كلامهم يجعلون الدماغ أحد الجوفين، كذا يعبر بعضهم، فهم يدخلون الدماغ. وعندنا أيضا إشكال هنا في مسألة ما يدخل عن طريق الأوردة والشرايين، جيد، فهل هذا يدخل إلى الجوف؟ إذا اعتبرنا الجهاز الهضمي فقط هو الجوف، هذا لا يدخل إلى الجوف دخولا يعني ظاهرا. نعم الدم يجري في جميع الجسم، ولكن على كل حال المسألة هذه تبقى فيها بحث. والأصحاب عبروا هنا تارة بالجوف وتارة يعبرون بالمجوف، يقولون إذا أدخل إلى مجوف في بدنه، وتارة يعبرون بالمجوف الذي فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء، عبروا بهذه التعبيرات والله أعلم. نعم، وش صار الإبر؟ صار حكم على المذهب؟ لا أدري، الله أعلم، ما أدري. وجدت بعض المشايخ يجزم بأنها مفطرة على المذهب، تمام، وهذا أما أنا فأقول لا أدري، الله أعلم. نعم. أو استقاء أو استمنع، هذا السابع الاستقاء، وقوله استقاء يعني استدعى القيء فخرج. الثامن أو استمنع، أكمل، أو باشر فأمنع أو أمذى. نعم، أو استمنع أو باشر فأمنع أو أمذى، قوله فأمنع أو أمذى راجع إلى المسألتين، يعني إذا استمنع فأمنع أو أمذى أو باشر فأمنع أو أمذى، وعلم من ذلك أن من استمنع فلم يمني ولم يمذي، هل يفسد صومه؟ لا يفسد، إلا إذا أكمل الفراغ، إلا إذا نوى الفطر، صح ولا لا؟ إلا إذا نوى الفطر، يعني هو استمنى وهو يعلم أن الاستمناء مفطر وهو يريد أن يفطر، يقول خلاص مالي لا يريد، والعياذ بالله لا يريد يكمل الصوم، فهنا إذا نوى الصوم أفطر بإيش؟ بنية الفطر لا بالاستمناء، واضح؟ نعم. طيب أو استمنى فأمنى وأمذى، الإمناء نزول المني، والإمذاء خروج المذي، ومعروف الفرق بين المني والمذي معروف، المني هو الذي
تنقضي به الشهوة، والمذي هو الذي يخرج في مبادئ الشهوة. طيب، أو باشر فأمنى أو أمذى. أو باشر يعني حصل منه من مقدمات الجماع القبلة أو غيرها من أنواع المباشرة فحصل منه إنزال المني أو خروج المذي. المذهب أن هذا وهذا كلاهما مفطر، أما المني فهذا جماهير العلماء على أن من باشر فأمنى أنه يفسد صوم، وأما المذي فهذا مذهب الحنابلة وكذلك المالكية. نعم. العاشر، أو كرر النظر فأنزل. أو كرر النظر فأنزل، هذا العاشر. وقوله فأنزل معناه فأنزل إيش؟ منيا فقط، لا يدخل المذي. الإنزال يعبر به عن المني ولا يعبر به عن المذي. فهنا إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه. وعلم من هذا أن من كرر النظر فأمذى ما حكم صومه؟ صحيح، لا يفسد. من كرر النظر فلم يحصل منه إمناء ولا إمذاء، صحيح. من نظر نظرة واحدة فأنزل، لا شيء عليه، لا شيء عليه، يفسد؟ لا يفسد، لأنه قال من كرر النظر. نعم. والاستدامة في حكم التكرار طبعا، يعني يقول كرر النظر يعني لابد يغمض عينه ويعيد، لا، الاستدامة في حكم التكرار. نعم. الحادي عشر، أو حجم أو احتجم وظهر دم. إذن الحادي عشر حجم، الثاني عشر احتجم. فالحجامة يفسد بها صوم الحاجم وصوم المحجوم، وهذا من مفردات الحنابلة، أن الفطر بالحجامة من المفردات. فيقولون إذا حصلت حجامة فسد صوم الحاجم والمحجوم، والفطر بها تعبدي ولهذا لا يقاس عليه شيء، فلا يقاس عليها مثلا تبرع بالدم أو تحليل دم أو غير ذلك أو الفصل، إنما هو تعبدي. فما يسمى حجامة في عرف العرب فإنه مفطر، نعم، بشرط ظهور الدم. أما لو شرع في الحجامة ولا ظهر دم، تمام، فإنه لا يفسد الصوم بذلك. نعم. ما شرط حصول الفطر بهذه المفطرات؟ 12، له شرطان. الأول عامدا ذاكرا لصومه فسد. إذن الأول عامدا، خرج بالعامد، خرج بالعامد الناس غير المتعمد، لا مو الناس، الناس يخرجه ذاكرا. عامدا يخرج المكره على على الفطر، ويخرج من طار إلى حلقه ذباب مثلا، وسيأتي بعد شوية ذكر صور ليس فيها عمد، تمام، فهذا لا يفسد صومه. ذاكرا خرج به الناس لصومه، أكل أو شرب الناس لصومه فلا يفسد صومه، ولهذا قال عامدا ذاكرا لصومه فسد. الآن سيذكر المؤلف رحمه الله أمور لا يحصل بها التفطير، وهي 11 مسألة. الأولى لا ناسيا، لا ناسيا، وهذا علم من قوله ذاكرا. ثانية أو مكرها، المكره، وهذا علم من قوله العامد. والمكره هو من مثلا إنسان يهدد على المكره، له صورتان، المكره له صورتان. الصورة الأولى يأخذون هذا الشخص ويضعون الطعام في فمه ويدخلونه إلى جوفه، فهذا لا يفسد صومه. والثاني أيضا لا يفسد صومه، ما صورته يهدد بالقتل، يقول إذا ما أكلت أو شربت فإنه سوف يقتل. قالوا تشرب شربة ماء ولا قتلناك، فشرب بالقدر الذي يندفع به الإكراه، يفطر ولا لا؟ لا يفسد صوم، لا ما يفسد صوم في كلا الصورتين. نعم. الثالث أو طار إلى حلقه ذباب، أو طار إلى حلقه ذباب، هذا يحصل في بعض المناطق يكون فيها تلوث بيئي ومليئة بالذباب، واحد يتكلم من ذبابة في فمه، تمام، فإذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفسد صوم. كذلك أو غبار، نفس الشيء، أو فكر فأنزل، أو فكر فأنزل. نحن قلنا عندنا الإنزال، الإنزال عن مباشرة مفطر، الإنزال عن تكرار نظر مفطر، الإنزال عن تفكير بدون نظر ولا استمناء ولا مباشرة فهذا غير مفطر، لأنه قد عفي للأمة عن خطأ والنسيان. وعلم من هذا أنه لو فكر فأمذى، ها، من باب أولى، من باب أولى أنه لا يفطر. نعم. أو احتلم، وهذا الخامس، إذا نام فاحتلم خرج له مني، احتلام في أثناء نومه لا يفسد صومه. نعم. أو أصبح في فيه طعام فلفظه، وهو يأكل، تمام، يمضغ اللقمة، أذن المؤذن وطلع الفجر، تمام، فأصبح والطعام في فمه، فلو حالتين، أن يبلع وأن يلفظ، فإن لفظ لم يفسد صومه، وإن بلع فسد صومه، لأن الفم من خارج البدن وليس من الداخل. نعم.
أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. طيب قوله فدخل الماء حلقه يرجع إلى كل الأمور الخمسة هذه، إذا اغتسل فدخل الماء حلقه، إذا تمضمض فدخل الماء حلقه، إذا استنشق عندك في النسخة نعم، هو أكثر النسخ في ظني استنثر، والأليق للمعنى استنشق، الاستنثار هو إخراج الماء أو استنشق، ولهذا صاحب الروض قال استنثر يعني استنشق. في بعض النسخ نعم، والاستنشق، ولهذا البهوتي في الروض قال استنثر يعني استنشق، إذا استنشق فدخل الماء حلقه، أو زاد على ثلاث في المضمضة أو في الاستنشاق فدخل الماء حلقه، أو بالغ في المضمضة أو الاستنشاق فدخل الماء حلقه. في كل هذه الصور هل حصل منه العمد ولا لا؟ ما حصل منه العمد فلا يفسد صومه، ولهذا قال لم يفسد، وهذا جواب الشرط لكل الأمور السابقة. نأتي الآن إلى الخطأ في الوقت، إذا أخطأ في الوقت فأكل يظنه نهارا فبان ليلا، أخطأ أكل يظنه ليلا فبان نهارا، أو شك فأكل مع الشك، فما الحكم؟ لها صورتان، الصورة الأولى الشك دون تبين، أن يشك ويستمر الشك ولا يتبين له الحال، الصورة الثانية أن يشك في أول الأمر تمام ثم يتبين له الحال. نعم، أما الشك دون تبين قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. هذه الحالة الأولى في الشك، أن يكون الشك في طلوع الفجر، الأصل هو في الليل ولا لا؟ الآن ليل، يقول والله ما أدري هذا الأذان الأول ولا الأذان الثاني، بسم الله خلينا نتسحر نلحق إن شاء الله يطلع الأذان الأول، فأكل خلاص، ثم غلبته عينه ونام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، ولا يدري هل كان أكله وشربه بعد طلوع الفجر ولا قبل طلوع الفجر، ما يدري. إذن هنا شك من غير تبين، شك ولم يتبين له شيء، فما الحكم؟ قال لك صح صومه، إن أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له صح صومه. طيب إذا تبين أنه أكل بعد الفجر صومه غير صحيح، واضح؟ نعم. الصورة الثانية لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا. طيب الصورة الثانية في الشك من غير تبين، أن يأكل تمام، شغل الراديو سمع الأذان قالوا ما أدري هذا أذان مكة ولا المدينة، إن شاء الله أنه أذان المدينة بسم الله، أكل خلاص، هو أكل الآن شاكا في غروب الشمس، شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له الحال، ما قدر بعدين يكتشف هل هو فعلا أكل على أذان المدينة ولا أكل على أذان مكة، وكان ذاك اليوم أذان مكة قبلنا مثلا بثلاث دقائق، ما يدري، فما الحكم؟ يلزمه القضاء، لم يصح صومه، لا يصح صومه ويلزمه القضاء. طيب لو تبين له بعد ذلك أنه كان قد أكل بعد غروب الشمس صومه صحيح، لو تبين له أنه كان قد أكل في النهار واضح أنه يقضي. نعم. الصورة الثانية التبين، إذا تبين له الحال قال أو معتقدا أنه ليل فبان نهار، إذا أكل يظن أنه في الليل تمام، قام استيقظ شاف الساعة اللي الساعة أربعة والأذان الساعة خمسة وجاب السحور وتسحر تمام، إلا أقيمت الصلاة واكتشف أن الساعة إيش ما فيها بطارية ماشي وموقف على الساعة أربعة، فأقيمت الصلاة فعلم أنه كان يعتقد أنه ليل فبان نهارا، فلما بان أنه نهار اكتشف أنه في النهار توقف عن الطعام والشراب، يصح صومه ولا لا؟ لا ما يصح صومه، لا عبرة بالظن البين خطأ. قال المؤلف لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا فلا يصح صومه في هاتين الصورتين. هذه المفطرات أيها الإخوة الكرام يفسد بها الصوم، ولكن ليس فيها كفارة، الكفارة لا تجب إلا بالجماع وحده فقط، الجماع بس.